تعالوا نتكلم عن المصريين لما بيحبوا يغيروا حاجة بجد. منطقة الزهور في 15 مايو اللي كان اسمها قبل كده منطقة الزرايب اتحولت دلوقتي لمشروعات سكنية متطورة بتوفر حياة كريمة لأهالي المنطقة اللي عانوا سنين كتير من الإهمال والعشوائيات. تعالوا مع بعض نتابع التقرير ونشوف إزاي أهالي المنطقة حياتهم اتغيرت. الموقع اللي متواجد فيه الآن زهور مدينة 15 مايو بنتكلم عن أكتر من 67 فدان. هي مساحة المشروع مقسمة ما بين أكتر من 40 عمارة سكنية، بنتكلم كمان عن أكتر من 1000 وحدة خاصة بالمواطنين مفروشة ومجهزة لاستقبال المواطنين. بنتكلم كمان على خدمات مختلفة كتيرة جدا، وكمان الحظائر الموجودة لأهالي المنطقة دي تحديدا والأعمال اللي كانوا بيقوموا بيها، وكمان المخازن وأعمال الفرز والأماكن الخاصة بالخدمات، المدارس وأيضا المسجد والكنيسة. وبنتكلم كمان عن المركز الطبي، يعني مجتمع متكامل ومدينة متكاملة، مدينة زهور 15 مايو. لكن خلينا نقترب من أرض الواقع شوية بترحيبنا ولقانا مع المهندس أحمد إمام، معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو. مرحب بيك باشمهندس معانا، وكلمنا عن المشروع اللي موجودين فيه دلوقتي زهور 15 مايو. اسم مختلف عن السابق بشكل كبير جدا، الصورة الذهنية مختلفة، كمان المنطقة اللي كانت متضررة من السيول الآن في سكن آمن لكل المصريين وأهلها بالذات. هو حاليا احنا موجودين في مشروع زهور مدينة 15 مايو، وده أحد المشاريع القومية اللي بتتبناها الدولة لتوفير سكن بديل لإخواننا المتضررين من حادث السيول اللي حصل في 2020. وفور حدوث السيول صدرت توجيهات القيادة السياسية فورا بإنشاء مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل إخواننا المتضررين من حادث السيول. المنطقة هنا على مساحة 67.37 فدان، وهي زي ما قلت لحضرتك مجتمع عمراني متكامل خدمات، بإجمالي 42 عمارة، بإجمالي 1008 وحدة سكنية. الوحدات السكنية بمساحة 90 متر مسطح، 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كاملة المرافق والفرش. بنتكلم عن الوحدات السكنية وبنتكلم كمان عن المساحة الخاصة بالمشروع المقاسمة إلى أكثر من موقع. كلمنا فندم عن الخدمات المقامة هنا لأهالي المنطقة، سواء خدمات خاصة بالمركز الطبي، الحضانة، المدرسة، وكمان الجانب الديني. وكعادة هيئة المجتمعات العمرانية، إنشاء المجتمع يكون مجتمع متكامل الخدمات. فإحنا عندنا هنا مقام منطقة خدمات على مساحة 7200 متر مسطح، مقام عليها جميع الخدمات الصحية والتعليمية، متمثلة في مدرسة تعليم أساسي وعلى مساحة 4000 متر مسطح، ومركز طبي بمساحة 1000 متر مسطح، بالإضافة لسوق تجاري 8 محلات لتوفير الأنشطة التجارية، وعلى مساحة 1700 متر، بالإضافة لحضانة لخدمة أهالي المنطقة على مساحة 500 متر مسطح. هو بصراحة لما صدرت التوجيهات كانت واضحة وصريحة، هو إنشاء مجتمع عمراني متكامل يتناسب مع طبيعة عمل المتضررين. علشان كده احنا قمنا بإنشاء 833 حظيرة لتربية المواشي وخلافه، وكمان 3 مناطق مستقبلية على مساحة 15 فدان لإمكانية إنشاء مصانع تدوير مخلفات لمساعدة أهالي المنطقة في استكمال أعمالهم، بالإضافة لمنطقة مخازن على مساحة 6000 متر مسطح. نتكلم عن 1008 وحدة سكنية. كلمنا كمان بقى عن المواطن بقى، المستحقين، المعايير اللي بيتم بناء عليها تسليمهم الوحدات السكنية وكمان عددهم. هو اللجنة المشكلة برئاسة جهاز مدينة 15 مايو عن هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، انتهت من حصر المستحقين للوحدات السكنية وللحظائر بإجمالي 620 مستحق للوحدات السكنية و724 مستحق للحظائر.
وتم طبعا الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100%، والوحدات جهزت الفرش والتشطيب، وحاليا المواطنين بيقوموا بدفع تعاقدات المياه والكهرباء للبدء فورا في أعمال التسكين. المهندس أحمد إمام، معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بشكرك على التواجد معنا. شكرا.